يقول السائل: السلام عليكم، ما حكم التعلق بالباب الذي يكون بالكعبة؟ لا بأس بالالتزام، الالتزام الباب ما ورد أنه يتعلق به، لكن الملتزم ما بين الباب وبين الركن الأسود، بين الحجر الأسود وبين الباب، هذا الملتزم. إذا وقف الإنسان فيه أو وضع يديه على الكعبة ودعا الله عز وجل فهذا وارد عن السلف وعن الصحابة، فلا بأس بذلك. أما الباب نفسه لا يتعلق به. نعم.